منادي متابعينا الكرام، يا رب تكونوا هضمتوا الحروف والأرقام. وعلشان ما نطولش عليكم تعالوا ندخل لدرسنا أوام. إيف يعني منزل. إيف يعني منزل. إيف منزل؟ ده منزلي ولا منزلك ولا أي منزل في العموم؟ ولا سؤالي ملوش لزوم؟ وادي عفروتو بيستنصح علينا وفتح لنا باب النكرة والتعريف في التركي. كلمة إيف لوحدها تعتبر نكرة، يعني أي منزل في العموم. لو عاوزين نعرفها نقول إيه؟ بير إيف. لو عاوزين نعرفها نقول بير إيف. بير إيف؟ بير خدناها الدرس اللي فات، يعني واحد، ولا أنا غلطان؟ تمام. دلوقتي لو هقول إلى المنزل إيفي، يا ترى اللي اتغير إيه؟ اللي اتغير حرف الإيه الأخير تم إضافته، معنى كده إن حرف إيه بمعنى إلى، يا وقعتهم المقندلة. بالظبط يا عفوت، ممكن نضيف إيه أو آه. الله، عندهم الكلمة ليها موسيقى وحسب تناغم الكلمة بنضع حرف الجر. يعني لو هنقول إلى المنزل، منزل يعني إيف، إلى المنزل إيفي. طيب بازار يعني سوق، بازارا إلى السوق، اللي اتحط هنا حرف الآ لأن الكلمة متناغم معاها حرف الآ، والإيف حطينا له إيه لأن الكلمة متناغم معاها حرف الإيه. إيفي بازارا. موسيقى وتناغم الكلمات والحروف، ده الواحد من الأتراك يا ما هيشوف. دلوقتي يا حضرات هنكون أول جملة مع بعض، وفي قاعدة خلوها دايما في دماغ علشان تطلعوا الجملة صح ويفهمها منكم التركي. الجملة التركية تنقسم إلى شطرين. الشطر الأول كل الكلام اللي عاوز تقوله قوله، يعني برز وسلطات وفوله. الشطر الثاني الفعل، الفعل نرميه في آخر الجملة، يعني بالعربي نقلب الجملة. يعني ايه الكلام ده يا بهلول؟ ممكن توضح وبمثل تقول؟ مثلا يريد شراء منزل، يريد شراء منزل، الفعل فين؟ الفعل يريد. وشراء منزل دي الجملة، يريد شراء منزل، بير ايف الماكستيور، الفعل هنا يريد يعني استيور. يريد يعني استيور، هو اللي حافظنا عليه في الآخر. يعني لو قلت يريد شراء سيارة جميلة وجديدة وسوداء أقول بير أربا جوزال في يني في سياه الماكستيور. تمام، وبدل الجملة زي ما انت عاوز، بس أهم شيء تحافظ على الفعل فين في الآخر. على فكرة ممكن تقول بير وممكن ما تقولهاش، هيفهمك برضو التركي. يا حضرات هنا هنقدم اللي يفهمه منك التركي بدون لف ودوران وقواعد ولواحق ووجع دماغ مش وقته، وانت لسه بتتعلم اللغة. ما هي إلا إنك توصل المعلومة للي قدامك، وده اللي هنعتمد عليه في منهجنا ده، توصيل ما تريد للتركي بأبسط طريقة. يعني ممكن تقول جوزال في يني في سياه أربا الماكستيور، هيفهم التركي انت عاوز ايه ويتكيف، وهتقدر بكل بساطة تروح عندهم تصيف. قال خد الباب في ايدك وانت ماشي. قال خد الباب في ايدك وانت ماشي. قال يعني خذ او اشتري، يعني خد او اشتري. قال يعني خد او اشتري. قال يور يعني يأخذ او يشتري. قال يور يعني يأخذ او يشتري. في عندهم زمن اسمه الزمن الحاضر اللي هو المضارع عندنا، دايما وابدا علشان نعرفه بندور على ايه؟ على يور. لو لقيناها في اي كلمة يبقى انت بتتكلم في الزمن الحاضر او اللي هو الزمن المضارع. قال يور يأخذ او يشتري، زمن مضارع، انت دلوقتي بتاخد او بتشتري، زمن حاضر يعني، وتدور على يور. لو لقيتها في اي كلمة يبقى انت بتتكلم في الزمن الحاضر. طيب لو لقيت في الكلمة مك او مك، معنى كده انت بتتكلم في المصدر، المصدر يعني اخزن او شراء.
المك يعني أخذ أو شراء، ومك ومك بتيجي حسب إيه؟ حسب موسيقى الكلمة، تناغم الكلمة. مثلا يريد شراء الماكستيور، يريد شراء الماكستيور الماكستيور. الماكستيور. والله يا بهلول انت بارع وانا خاف امشي معاك في الشارع. يعني كلمة اليور تبقى ايه؟ عبارة عن ال زائد يور. طيب ال لوحدها تعتبر المصدر، نفس العربي اللي هو لو قلنا الفعل يشتري يبقى مصدره شراء، يبيع مصدره بيع، يشرب مصدره شرب، يعني اللي هو أصل الكلمة. يعني مثلا هو قال انه ايف الماكستيور يعني يريد شراء منزل، فنان يا عفروتو، لكن لو قال يور يبقى يشتري. تمام يا بهلول كده؟ الله ينور يا عفروت. ناخد مثل كمان على المصدر والفعل المضارع علشان يركز في دماغه. استيور يعني يريد، استيور يعني يريد، قال يور يشتري، استيور يريد، قال يور يشتري، جدي يور يذهب. جدي يور يذهب. لما نقول يريد الذهاب إلى المنزل، يريد الذهاب إلى المنزل، الفعل هنحطه فين؟ في الآخر اللي هو إيه؟ يريد. طيب يريد يعني إيه؟ استيور. يبقى إيفي جدي ميك استيور. إيفي جدي ميك استيور. حاولوا يا حضرات تتكلموا معايا وانا بتكلم، على قد ما تتكلموا على قد ما هيركز اللفظ والمعنى عندكم. تمام مو؟ إيفيج دي ميكستيور. طبعا علشان قلنا الذهاب شلنا ايه؟ شلنا يور اللي هي يذهب، لا الذهاب اللي هو المصدر حطينا له ايه؟ ميك او مك. طيب ايه اللي يتناسب مع موسيقى الكلمة؟ ميك، جدي ميك. تمام. طيب نطور الجملة شوية ونبدأ نتكلم عن نفسنا، زهقنا نتكلم عن الناس. والكلام عن الناس لا بيقدم ولا يأخر، صحتني بعد ما كنت نايم وبشخر. يلا هاتوا الجملة دي لوحدكم وسيبكم من عفروتو. يريد شراء سيارة. يريد شراء سيارة. بير أربا الماكستيور. بير أربا الماكستيور. تمام. دلوقتي هقول أريد شراء سيارة. مبروك يا بهلول. طيب مش تقول لنا ايه العبارة؟ شوفوا ايه هيتغير في الجملة، شكلي هسلم عفروتو في السفارة. أربا الماكستيوروم، أربا الماكستيوروم. ميه ميه صح يا ريه. كل اللي عملناه فعلا اننا ضفنا حرف الميه للجملة. نفهم من كده ان كل ما اتكلم عن نفسي اضيف حرف الميه اللي هو بالانجليزي الام. ما نجيلكش في حاجة وحشة يا عم ولا نشوفك راكبك الهم. شكرا يا خفيف الدم. يلا يا جماعة احفظوا صم. يريد استيور، أريد استيوروم، يذهب جديور، أذهب جديوروم. يريد استيور، أريد استيوروم، يذهب جديور، أذهب جديوروم، يذهب جديور، أذهب جديوروم، جديور، جديوروم. مفيش أي صيغة من صيغ السؤال تقول لنا عليه. ماذا يعني ني؟ ماذا يعني ني؟ ماذا ني؟ ماذا ني؟ ماذا ني؟ خير يا بهلول هتفضل معلق كده على طول؟ يا ابني ما انت قلت سؤال وانا هو بقول ماذا يعني ني؟ يعني ايه؟ يعني ني؟ ماذا يريد؟ يعني ايه؟ ها؟ نيستيور. 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 يا بتقع من سبع دور. لما نقول عفروتو ماذا يريد؟ نقول ايه؟ عفروتو نيستيور. عفروتو نيستيور. طيب لو انا اتجننت من عفروتو وبسأل نفسي ماذا اريد؟ انا عاوز ايه؟ تبقى ايه؟ نيستيوروم. نيستيوروم. الاتراك عندهم اي حاجة بيجمعوها. انا كنت فاكر انهم بيطرحوها. يعني ساعة بيقولوا ساعات، زيارة زيارات، سياحة سياحات، شيء عندهم يعني شيء. كل هير، كل هير، كل هير، كل شيء هير شيء، كل شيء هير شيء، كل شيء هير شيء، كل شيء هير شيء، كل يوم هير جون، كل ساعة هير ساعات، كل زيارة هير زيارات،
هير دقيقة، هير ثانية. بتعلم منك حاجات جديدة يا بهلول. دقيقة يعني دقيقة، ثانية يعني ثانية. ودلوقتي يا حضرات يلا نلخص اللي فات وتقولوا معايا. وأنا كمان هقول يا بهلول: منزل يعني ايف، إلى المنزل ايفي. منزل يعني إيف، إلى المنزل إيفي. سوق بازار، إلى السوق بازارا. سوق بازار، إلى السوق بازارا. يريد استيور، أريد استيورم. يريد استيور، أريد استيورم. يأخذ يشتري اليور، يأخذ يشتري اليور. أخذ شراء المك، أخذ شراء المك. جميل جزال، جديد يني. جميل جزال، جديد يني. أسود صياه، بير واحد. أسود صياه، بير واحد. جدي يور يذهب، جدي يور يذهب. جدي يوروم أذهب. جدي يورم أذهب. ني ماذا، ني ماذا. زيارة زيارة. زيارة زيارة. ساعات ساعة، ساعات ساعة. حركات حركة، حركات حركة. سياحة سياحات، سياحة سياحات. كل هير، يوم جن، شيء شيء. كل هير، يوم جن، شيء شيء. دقيقة دقيقة، ثانية ثانية. دقيقة دقيقة، ثانية ثانية. افتكروا الكلمات دي وحاولوا ترددوها كتير علشان هنحتاجها في الأيام اللي جاية، ولازم تبقى سريعة وحاضرة معانا علشان تتحاوروا بيها ويانا كده. اليوم بو قدر يا تير، واشوفكم الحلقة اللي جاية على خير. بندا بو قدر يا تير، وفكروني بكرة احكي لكم حدوتة حلوة عن صباح الخير.